السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب مدرسة هبة الله الأساسية، طلاب الصف الثاني. سوف نقوم الآن بمراجعة الوحدة الأولى وحل أسئلة المراجعة. هيا لنفكر معا ونقوم بالحل بشكل صحيح. السؤال الأول: أملأ الفراغ في كل من الجمل الآتية بالكلمة المناسبة. السؤال الأول: فراغ قدرة الكائنات الحية على إنتاج أفراد جديدة. ما الكلمة المناسبة لها من الصندوق؟ هل هي الصفات أم الوراثة أم تنمو أم التكاثر؟ نعم، هي التكاثر. التكاثر هو قدرة الكائنات الحية على إنتاج أفراد جديدة. النقطة الثانية: عندما فراغ صغار الحيوانات فإنها تتغير. ماذا يحصل لصغار الحيوانات؟ نعم، إنها تنمو. النقطة الثالثة: انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء تسمى الوراثة. النقطة الرابعة: بعض فراغ تورث من الآباء إلى الأبناء. بعض الصفات، نعم. الآن سوف ننتقل إلى السؤال الثاني. لدينا الآن صورتان، إحداهما لطائر وهو كائن حي، والأخرى للسحاب وهو ليس كائنا حيا. أقدم سببين لتصنيف الطائر كائنا حيا والسحاب كائنا غير حي. معنى السحب يا ثاني هي الغيوم. لماذا نسمي الطائر كائن حي؟ لأنه ينمو ويتكاثر ويتغذى ويتحرك. نعم. لماذا نسمي السحب كائنا غير حي؟ لأنها لا تنمو ولا تتكاثر ولا تتغذى. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث. أقارن بين القطة الأم وصغارها، ثم أكتب صفتين تتشابه بهما صغار القطة مع الأم، ثم أكتب صفتين تختلف بهما صغار القطة عن الأم. في البداية سوف نقارن معا القطة وصغارها فيما تتشابه. في البداية أن لها أربعة أرجل، أيضا يغطي جلدها الشعر. الآن فيما تختلف القطة الأم عن صغارها؟ نعم، تختلف في الحجم وفي الغذاء وفي لون الشعر. السؤال الرابع: أميز الحقيقة من الرأي في العبارتين الآتيتين. الحقيقة هي كلام ثابت لا يختلف عليه أي أحد، أما الرأي قد يختلف عليه أي اثنان. في البداية الجملة الأولى: صغير الأرنب ينمو ويتغير. هل هي حقيقة أم رأي؟ نعم، هي حقيقة. النقطة الثانية: صغير الأرنب أجمل من صغير القط. هل هي حقيقة أم رأي؟ نعم، هي رأي، لأنه يمكن أن يختلف عليها أي اثنان. السؤال الخامس: تفكير الناقد، هل السيارة كائن حي؟ بما أنها تتحرك هل هي كائن حي ثاني؟ لا. لماذا؟ لأنها لا تتكاثر ولا تنمو ولا تتغذى. نعم. السؤال السادس: أستخدم الأرقام وأعد أرجل الحيوانات في الصور الآتية، ثم أرتبها بحسب عدد أرجلها من الأقل إلى الأكثر. ماذا يعني من الأقل إلى الأكثر في الرياضيات يا ثاني؟ نعم، ترتيباً تصاعدياً، أي من الصغير إلى الكبير أو من القليل إلى الكثير. في البداية لدينا الحمامة لها رجلان، لدينا حشرة لديها ستة أرجل، العنكبوت ثمانية أرجل،
والحمار 4 أرجل، أيهما أقل عدد أرجل؟ نعم، الحمامة، ثم يليها الحمار، ثم يليها الحشرة، ثم العنكبوت فهو أكبر عدد أرجل. السؤال السابع، أي البطاط الآتية أم للفراخ التي في الصورة؟ الفراخ لونها بني. من هي أمها؟ هل هي A أو B أو C؟ نعم، B، لأنها تشبه أمها. نعم. السؤال الثامن، أتسلسل أي أرتب الصور بمراحل تبين الصور الآتية نمو نبات، فأي مما يأتي يمثل الترتيب الصحيح للنمو؟ سوف نقوم بترتيبها معا. في البداية سنبدأ أولا بالبذرة وهي رقم 3، ثم يليها رقم 1 لأنه خرج منها جذور، ثم يليها الرقم 4، أصبح لها ساق وجذور بشكل أكبر، ثم رقم 2، اثنان أصبحت نبتة كبيرة. هذا الترتيب يحمل الرقم، يحمل الترميز ب. بهذا نكون أتممنا أسئلة المراجعة. سوف ننتقل إلى كتاب التمارين. كتاب التمارين، اكتب تحت كل صورة الخصيصة المناسبة لها. أولا الغزال، ما هي الخاصية المناسبة له لأنه يأكل هنا؟ نعم، التغذية. صورة النبات يمر بالمراحل، ما هي الخاصية المناسبة له؟ رائع، بأنها النمو. ننزل إلى صورة النمر، ما الخاصية المناسبة له لأنه يركض هنا؟ نعم، خاصية الحركة. ولدينا الأرانب، بما أن عددهم كبير فهذه الخاصية تدل على التكاثر. نعم. ننتقل إلى السؤال الثاني، أصل بخط بين الصفة ونوعها فيما يأتي. في البداية القشور في الأسماك، هل هي صفة اكتسبتها من البيئة أم هي صفة تورث من الآباء؟ نعم، هي صفة ورثتها من آبائها. ننتقل إلى أذن الفيل، حجمها كبير، هل بسبب البيئة أم أنها ورثتها من آبائها؟ نعم، صفة تورث من الآباء. الحصان، الحصان بصحة جيدة لأنه يتغذى بشكل جيد، هل هذه صفة اكتسبها من البيئة أم اكتسبها من الآباء؟ نعم، اكتسبها من البيئة. في النهاية البقرة، البقرة سمينة، هل لأنها اكتسبتها من البيئة أم ورثتها من الآباء؟ نعم، اكتسبتها من البيئة. بهذا نكون أتممنا الوحدة الأولى. إلى اللقاء.